إذا انتهت العطلة الصيفية وراح يبتدون الأهالي بتجهيز أبنائهم للعودة إلى العام الدراسي الجديد، ومن أهم الأمور اللي مو لازم ننساها هو التأهيل النفسي للأبناء. وأكيد الانتقال من روتين الإجازة إلى روتين العام الدراسي والدراسة يحتاج يعني مو بس صبر لكن مرونة من أولياء الأمور عشان تنتقل هذه المرونة إلى الأطفال، وأكيد راح نفهم أكثر شنو أفضل السبل اللي ممكن نطبقها مع ضيفنا في الاستوديو الاستشاري التربوي أستاذ عثمان المحطب. صبحك الله بالخير ومنورنا اليوم أستاذ. صبحك الله بالخير، الله يحفظك أستاذ. ودنا في البداية يعني نعرف هل فعلا نقدر نخلق هالنوع من الفكر اللي يخلينا كأولياء أمور نكون سلسين ومرنين مع أبنائنا وقت العودة إلى المدارس، لأن نشوف يعني في ستريس وبرشر مو طبيعي من حولنا. أكيد. فهل ممكن نطبق هالكلام؟ أي ما في شك، طبعا هي قضية ثقافة، ثقافة لازم يتمتع فيها أولياء الأمور، إن إحنا مقبلين على مراحل في حياتنا، مراحل الدراسة، مراحل الإجازات، مراحل أعياد وهكذا، فإحنا كأولياء أمور مهيئين نفسنا لهذه المرحلة، ما نحتاج إلى ستريس، ما نحتاج إلى ضغط، ما نحتاج إلى عصبية، ما نحتاج إلى تجيش اللي بالبيت كله حق مرحلة قادمة، هي مرحلة طبيعية وقاعد تمر علينا كل سنة. عشان كذي ولي الأمر لازم يكون هو أول شيء يعني ريلاكس مثل ما يقولون، مستعد للمرحلة هذه، موفر لها كل الاحتياجات حق العيال، معطيهم جرعات يومية حق المدرسة، مجهزهم يعني بالجرعات اليومية، مو يخوفهم، مو يتطنز عليهم، مو يقولهم خلاص انت رايحين حق حكرة وحق أذية ودراسة، لا لا لا، بالعكس احنا رايحين حق مرحلة حلوة، راح نقابل أصدقائنا، راح نلعب، راح نمارس هواياتنا، راح نحقق مستقبلنا اللي نطمح له. فهذه العبارات تدخل خلينا نقول جو من الراحة النفسية حق العيال. نعم. يقعدون هم مرتاحين مو مضغوطين، يروحون هم مستانسين، ما يبكون ما يصرخون، خاصة في السنوات الأولى لا، يعتبرونها مرحلة وتجربة حلوة ويستمتعون فيها. نعم. أستاذ عثمان، يمكن أهم شيء قلته أن الأهل دائما عندهم طموح بس يترجم بعواطف خاطئة، يعني طموحه أن ولده يكون متفوق الأفضل، يحصل على معدل ممتاز وغيره وغيره وغيره، يطلع على هيئة ستريس وصوت عالي وافتح جنطة المدرسة شنو عندك اليوم. يمكن احنا لازم نغير هالثقافة هذه ونغير اسلوبنا بحيث ان اسلوبنا يصير مشوق للمدرسة وليس منفر. أكيد. للمدرسة. شنو افضل الطرق اللي نكلم فيها ابنائنا اليوم احنا بعد ما وصلنا إلى هالوعي؟ إحنا أول سؤال نسأله حق أولياء الأمور، أنت تبي ولدك في صحة وعافية ومتفوق، ولا تبي مريض ويعني في كل الأمراض النفسية، القلق والتوتر والخوف، وبعدين هم متفوق؟ أكيد يقولك أنا أبيه في صحة حتى لو ما حقق نتائج عالية، يعني خلي حقق مستوى متوسط أنا أقبله، أنا أحبه لأن هذا ولدي، مهما كانت النتائج اللي يجيبها أنا دوري كولي أمر أقدم له الدعم النفسي، أهيئ له الجو المناسب داخل البيت الخالي من الصراخ، خالي من الإزعاج، خالي من النجرة بين الزوجين، أوفر له احتياجاته، أحاول أساعده إنه يضبط أوقاته، أوقات الدراسة، أوقات اللعب، أوقات المرح، أوقات يعني العبادات، كل هذه ما نضيعها. ولي الأمر هو معاه الكنترول بس التنفيذ عند العيال. إحنا لازم نراعي أيضا إن العيال مو مستوى واحد، مو عقلية واحدة، فيهم المبدع، فيهم اللي منجز في مجال معين، فيهم اللي الله منحه يعني خلينا نقول قبول اجتماعي، عنده مهارات اجتماعية بس ما عنده مهارات علمية. أنا أستثمر في عيالي وأحقق لهم اللي هم يبونه مو اللي أنا أبيه. نعم. مو أنا أبي يصير دكتور، أبي مهندس، يمكن هو ما يبي القوي هذه. يعني كأن الإنسان يعيش فرصة أخرى ليحقق فيها طموحاته التي لم يحققها من خلال أبنائه، وهذه أكبر مشكلة اللي هو شنو طبعاً. أبي يصير كذي، وأبي يصير دكتور، وأبي يصير مهندس، وأبي يصير طيار، وأبي يصير، لأن أنا ما صرت هالأشياء هذه وكان مفروض أصيرها. عموما أستاذ عثمان راح نرجع أكيد، ولكن عندنا استطلاع صغير خلينا نشوف في رأي الناس واستعداداتهم حول العودة للمدارس، ومن ثم يا ريت تعقب عليه. تفضل. We'll be right back.
خمسين للرد فرحانين للمدرسة والصف اي والله مشتاقين جاهزين مهردة والحين بنشدة من المدرسة ونتعلم قبل المدرسة يتجهزون يدرسون انجليزي او اي شيء بس يكون عن المدرسه ويصيرون شطار ويعني يكون شطار الحال. احنا خلصنا شرينا اغراض حق المدرسه، شرينا يعني الكتب والدفاتر كذي، بس باقي لنا الجوتي تقريبا، وانصحكم تشترون قبل الزحمه. انا وايد مشتاقه حق رفيجاتي وابلاتي وكل المدرسه. شريت كل شيء ومتحمسه حق المدرسه وايد، وانصح الاطفال انهم يشترون عشان ما يصير زحمه. شريت اغراض قرطاسيه، حيل مشتاقة حق المدرسة، أولهم رفيجاتي حيل مشتاقة لهم، وإن شاء الله أجيب درجة فوق 90، وأتمنى إني أرفع رسمي. مستانسة وفرحانة ومشتاقة حق رفيجاتي بعد، ويعني مشتاقة حق أبلاتي ومعلماتي. جهزت شنطتي، أقلامي، محاياتي، يعني أدوات المدرسة. جاهزين ومتحمسين بالرد فرحانين للمدرسة والصف اي والله مشتاقين. مدرستي عجيبة، تجنن وعجيبة، مدرستي عجيبة. هذا ورجعنا لكم من جديد، وهذا الاستطلاع صراحة كان كله حماس نوف. نعم. وواضح شلون يعني الأطفال والبنوتات متشوقين وودهم يرجعون للمدرسة. صح، بس شنو خلي نامون مبكر، لأن التصوير كان في الليل فهم مستانسين، لكن الصبح وصوت الألارم وتقعدينهم ويلا شوفي عاد الاستعسار. ما راح يكون نفس ليفل الحماس أتوقع. والله إذا ناموا مبكر بالعكس يهبلون، ولا إيش رأيك استاذ عثمان؟ اهميه أكيد. النوم لا اكيد هي قضيه السهر كنا نتغافل عنها يمكن او نسكت عنها ايام الاجازات في الصيف العطله طويله، بس الان خلاص احنا مقبلين بعد اسبوع ان شاء الله على المدارس، فلازم هي عيالنا من الان ان ينامون مبكر. يعني مبكر يعني تختلف حسب العمر، يعني طلاب الابتدائي والمتوسط الثانوي هذيل طبعا في نقول يعني زياده مساحه فروقات بالضبط. فالابتدائي نومه خلينا نقول بعد العشاء مباشرة، المتوسط الثانوي يعطيهم زيادة نص ساعة، بس ما نتجاوز خلينا نقول حد أقصى الساعة 9 مثلا كلهم نايمين عشان يقعدون مبكر الساعة 6 يجهزون أغراضهم يجهزون ريوقهم ويطلعونهم مرتاحين مو مضغوطين. وعشان حتى احنا كأولياء أمور لما ينامون مبكر وننظم الجدول احنا بعد نقدر ننظم جدولنا، يعني من بعد ما ينامون ممكن الواحد ياخذ فترة يرتب فيها أفكاره وغيرها من الأمور. لكن أستاذ ودي أعرف شلون ممكن نتعامل مع قلة الحماس، يعني ممكن ينام مبكر الطفل لكن ما تلقى والله متحمس إنه يروح المدرسة، خصوصا أول أسبوعين أو وقت الامتحانات، فإحنا نبي هذا الكلام نطبقه طول السنة مو بس أول أسبوع. ما في شك إحنا كأولياء أمور يعني مسؤولين عن عيالنا، لازم نفهم شنو إمكانياتهم شنو قدراتهم شنو ميولهم شنو اللي يحبون شنو اللي يكرهون. قضية الحماس متفاوتة بين الأبناء، مو كلهم درجة واحدة. في قضية أساسية لازم نركز عليها، قد يكون عدم الحماس هو حالة عنده، حالة نفسية حالة جسدية، فلازم نفحص الولد عن طبيب نفسي عن طبيب يعني باطنية. قد يكون عنده يعني خلل في بعض الهرمونات، قد يكون عنده مشاكل، إذا عالجناها نبدأ الآن نرتب له باقي الأمور. على سبيل المثال أنا أعطيه محفزات إنه يكون متحمس أكثر، أعطيه جمل حلوة أمدحه أرفع من قيمته أثني عليه قدام الناس كلها، هذه تزيد عند الحماس. أحاوره في مستقبله، أنت إذا خلصت الجامعة ولا الثانوية شنو تشوف مستقبلك؟ إذا أنا قاعد أحاوره كل يوم بطريقة إيجابية بدون عنف بدون عصبية بدون ما أقلل من قيمته بدون ما أقول له بعض الكلمات اللي ممكن تحبطه أكثر، على سبيل المثال أنت ما منك فايدة، أنت ساقط، أنت فاشل، أنت كذا، شوف أخوك شوف ولد عمك، هذه العبارات ما تحمسه زيادة. هذه العبارات تصير جزء منه لما يكبر بالضبط، وراح يصدقها على فعلا بعد فترة كل ما نكررها عليه أنت كذا أنت كذا راح يصدق. فلما أقول له سوي الشغلة الفلانية
قال انا ما اقدر، هذه انت تعرفني، انت تعرفني، ها انت قاعد حطيت علي ليبل ان انا انسان كسول، ان انا انسان مهمل، ان انا انسان مو منجز، ان كل العبارات هذه تخلي الولد فعلا يحبط. اما اذا انا قاعد اعطي عبارات تحفيزيه، انت قوي، انت شجاع، انت ممتاز، انت اعتمد عليك، انت انت انت، هذه ترفع من قيمته، تخليه يثق بنفسه اكثر، تخليه يعطي اكثر. انا ارجع اكد، حتى لو ما عطى، حتى لو ما انجز، يظل هو ولدي، انا احبه كما هو بمستواه، سواء كان مقبول ولا امتياز. انا ما اقول له اذا فشلت راح اعاقبك، لا، ما في عقاب في القضيه التربويه. احنا نقول له اذا نجحت راح اكافئك، بس اذا ما نجحت راح احرمك من المكافاه، وهذا يعتبر بالنسبه لنا احنا نوع من انواع العقاب. كل ما قعدت احاور عيالي بشكل يومي راح تزداد حافزيته يعني حماسه الى الدراسه اكثر. استاذ عثمان، انا ودي ارجع حق نقطه العقاب. شنو الطريقه اللي تقدر انك تحط فيها ضوابط، اوكي، تعاقب فيها الطفل، بس مو يعني ما نستخدم كلمه عقاب، بس خلينا نقول يعني محظورات معينه راح تحصل في حال انت ما سويت واجباتك ومسؤولياتك. شنو افضل طريقه اليوم؟ افضل طريقه ان ولي الامر انك تسحب الاجهزه مثلا، ايش بعدين زين احنا نقول ولي الامر يتفق مع عياله من البدايه. احنا عندنا قائمه قوانين داخل البيت لازم نلتزم فيها. انا اولكم كأب أو كأم نحط وقت مثلا على سبيل المثال للأجهزة، ما نستخدم الأجهزة 24 ساعة، نستخدمها حسب العمر. بعض يعني الأبناء ممكن أسمح له ساعة، بعضهم ساعتين، حسب سنه، حسب حالته النفسية، حالته الاجتماعية. أيضا عندنا قوانين للأكل والشرب، وين ناكل، متى ناكل، شنو نوع الأكل اللي ناكله. أيضا عندنا قوانين حق النوم والسهر، عندنا قوانين حق كل شيء، حق التلفزيون، حق الأجهزة، حق وسائل التواصل، ما خليها مفتوحة. ونحط احنا نتفق بين ولي الأمر والأبناء على عقوبات، خلينا نسميها زين، هي مو عقوبات إن شاء الله، بس يعني خلينا نقول إذا ما سويت الشغلة الفلانية شنو أنا ممكن أطبق عليك. أحدها طبعا أني إذا ما التزمت أسحب منك التليفون مثال، لمدة ساعتين، مدة يوم، مدة يومين، حسب حجم العقوبة، وأكون يعني حازم فيها، يعني ملتزم فيها، ما أكون رشيج. مو انا احط قانون الام تيني تعطي العيال حرام كسر خاطري بالضبط. فلازم نكون متفقين على نوع خلينا نقول الحرمان، مو نقول عقوبه، اللي راح نطبقه على عيالنا. واذا انجز انا اصلا مكافئه، يعني ما يحتاج اقول اذا نجحت راح اعطيك، لا، احنا راح نحتفل كلنا كاسره بنجاح عيالنا. ما اقول حق هذا انت لك تليفون وانت مالك شيء، لا، لازم نكون عادلين حتى في القضيه، سواء نجح ولا ما نجح. يعني هذا اسلوب مجدي، ان انا اسحب منه الشيء اللي يحبه، سواء العاب الكترونيه او اجهزه ذكيه، او حتى السناك مثلا اذا كان متعود ياكل كاكاو العصر، او الاشياء اللي يحبها، او طلعه الويكند. هذه عقوبات عاديه؟ هذه عقوبات ممتازه، لانها عباره عن حرمان مو عقاب. ايضا لازم اذا بقيت يعني احرمه لازم احاوره، اقول له ترى انا راح احرمك من الشغله الثانيه لانك سويت كذا. إذا بإذن الله اكتشفت أنك خلاص ما راح تعيدها، راح أرجع أنا في قضية الحرمان. يعني إذا كنت حارمة يوم ممكن أحرمها ساعتين، أقول له تعال ترى أنت التزمت وأنا أقدر التزامك، وأنت إنسان يعني واعي، خلاص أنا راح أسامحك المرة. مرة على مرة راح يلتزمون أكثر. وهل ممكن أنه يكون نوع من الثواب أن نشركهم في مثلاً أنشطة خارج المدرسة، فتعتبر نوع من الهوايات، أن نعزز هذه الثقافة عندهم؟ إحنا طبعاً قضية إشراكهم في أنشطة اجتماعية خارجية، هذه حتى لو ما أنجزوا، حتى لو كانوا ساقطين، هذه بالعكس هي تخليه يتحفز أكثر للدراسة. ليش؟ ممارسة هواياتهم، ممارسة أنشطة اجتماعية خارج البيت تخليه يرجع هو نفسيته وايد زينة، فيقعد يسمع كلامك أكثر، يلبي اللي أنت قاعد تطلبه منه. بس ما أقول له إذا ما سويت ما تروح النادي، لا، يروح النادي حتى لو ما سوى اللي أنا أبيه، يروح مع ربعه، ما عندي مشكلة. قد أتشدد بعض الأوقات بس مو دائما، ما أقول له أحرمك من الطلعة أسبوع، مش حقك تحرم من الطلعة. بالعكس الطلعة لها فوائد خلينا نقول نفسية واجتماعية على الطالب أو على الولد، ما أحرمه زيادة عنها. نعم أستاذ عثمان، توك أنت علقت على موضوع ضرورة أن يكون هناك هوايات للطلبة، ولكن الرياضة
أحياناً بعض الأهالي مؤمنين جداً بأهمية إشراك أبنائهم في رياضة معينة، ولكن تلاحظ أن الطفل ما يحب هذه الرياضة. تمام. فهني إحنا شنو نسوي؟ يعني ما البعض يقول خلاص هذا مو مال رياضة. تمام. أنا اللي أشوفه إنه لا، لازم تدور لرياضة ثانية. تمام. شنو رأيك في الموضوع؟ طبعاً الرياضة هي مو بس كرة قدم على سبيل المثال. نعم. إحنا نقعد مع عيالنا نقول له شنو الهواية اللي ودك تمارسها، يمكن ما يحب رياضة نهائياً مثل ما قلت، بس أنا أقنعه إن الرياضة مو بالضرورة تمارسها كهواية، تمارسها كصحة عشان تحسن صحتك، تحسن نشاطك، تحسن يعني قدراتك الاجتماعية. العب رياضة، بس مو أنا ألزمك أسجلك في النادي الفلاني في الرياضة الفلانية، لا، أعطيك أنت مجال ممكن تختار رياضة. إذا قال أنا ما أعرف ولا رياضة أقول له أوكي جرب الرياضة الفلانية، إذا صلحت لك يوم يومين نكمل، ما صلحت لك نبدلها. على سبيل المثال أنا خليت عيالي يدخلون كل الأندية، كل الرياضيات مارسوها واختاروا اليوم يبغونه، ما ألزمتهم أنا بشغلة معينة. يمكن يحب رياضة جماعية، يمكن يحب رياضة فردية، فهو صاحب القرار، ما ألزمه فيها نهائي. وإذا فشل في هالرياضة هذه فيه دورنا إحنا أن يعني نقول له عادي تفشل، صح؟ لا، ما أقول له تفشل، أقول له أنت ما تحب الهواية هذه، ما تحب رياضة، غلط يعني. أوكي جرب غيره، ما عندنا مشكلة. جرب الرسم، جرب الموسيقى، جرب النحت، جرب أي شيء، وهو راح يكتشف نفسه إذا وفرنا له خلينا نقول حرية الاختيار. ما ألزمه، ما أقصبه على رياضة معينة، ما أقول له أبوك رياضي أنت تطلع رياضي، أمك رسام أنت تصير رسام، أبوك موسيقى، لا لا، هو صاحب القرار. أنا فقط أقول له لك الحرية، شنو تبي أنا حاضر، أجيب لك الأدوات اللي تحتاجها، أجيب لك الأندية اللي ودك أنت تشترك فيها، أوديك وأجيبك، يعني خلي يطلع القرار منه هو. ما يحب رياضة نهائيا كيفه، ما يحب أي هو كيفه، بس لازم أخلق له بديل ثاني. البديل قد يكون يحب مثلا روحات البر، روحات البحر مثال، أو يحب أنه يجتمع مع ربعه بالديوانية يتحاورون، يحب يقرأ كتاب، يحب يألف يعني قصيدة على سبيل المثال. كل هذه أنا أكتشفها في أبنائي إذا قعدت فعلا أحاورهم كل يوم. نعم. أكتشف هذه والتقطها منهم أثناء الحوارات اليومية. أستاذ، يمكن يعني نلقى شيء اللي يحبونه أبنائنا ويحبونه هم فعلا ويروحون يعني طاقتهم دائما متحمسة، لكن ما يحبون المدرسة، فهل من المهم أن ندخل الأخصائي الاجتماعي في هذه الرحلة أيضا المدرسية؟ طبعا هي منظومة متكاملة، احنا نقول مو بس ولي الأمر، مو بس الأخصائي، مو بس الإدارة، حتى وسائل الإعلام على سبيل المثال، حتى وزارات المجتمع كلها لازم تتكاتف وتحبب التعليم حق العيال. احنا إذا كان عيالنا ما يحبون التعليم أكيد عندهم مشكلة، المشكلة إما تكون منهم هم مشكلة صحية، أو مشكلة من البيئة اللي هم فيها منفرة في التعليم، أو أن المدرسة فيها مشكلة معينة، المدرس أو الطلبة أو المنهج نفسه ما قاعد يتوافق معه، مو هذا اللي يبيه. بس هو إنسان مبدع، مو غبي يعني، والدليل قاعد ينجز داخل البيت مع ربعه، في هواياته، في قضايا كثيرة. عشان كذي لازم نفهم وين الخلل موجود. الطلبة كلهم يحبون المدرسة إذا كان فيها يعني مزايا تحببهم بالمدرسة، لهم علاقات اجتماعية ممتازة، قاعد يمارسون هواياتهم، قاعد يعني علاقاتهم مع المدرسين حلوة، أولياء الأمور ما يضغطون عليهم، سقف توقعاتهم مو عالي. نعم. كل هذه الأمور تساهم بأن الطالب يحب المدرسة ولا ما يحبها. خلنا نكتشف السبب وعالجه. نعم. أستاذ عثمان، يمكن أنت قلت أشياء وايد حلوة اليوم، لكن أجمل شيء قلته وهو الأهم، هو ضرورة وأهمية الحوارات اليومية مع الطلبة والطفل. يمكن إحنا مرات وايد نلاحظ ناس قاعدين بمطعم شكلهم عائلة، شكلهم وايد حلو، لكن كل واحد على جهازه الذكي وما في أي حوارات بينهم. طبعا في مواضيع كثيرة أنا حابة أناقشك فيها، لكن للأسف وصلنا إلى نهاية هذه المقابلة. كل الشكر لك أستاذ عثمان المحطب، تشرفنا فيك، وكل التوفيق للطلبة في بداية هذا العام.